ايش اللي صار وايش التفاصيل؟ اخ سعود اسعد الله اوقاتك بكل خير. الله على اوقاتك عزيزي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمه. خليني بس ابدا من البدايه واسالك ايش بالضبط الاشياء اللي انتم سويتوها؟ ايش اللي قمتوا به تحديدا؟ عزيز احنا قمنا بعمل تطوعي، طبعا عدينا لهذا العمل بعد مناشدات الجهات المختصه، وانا اخص بالذكر بلديه نزوه، ومن مخاطبتهم بان الامر في سوق نزوه لا يحتمل حقيقه، يحتاج الى نظافه، يحتاج الى تغيير بعض الامور. خاطبناهم في هذا الموضوع، ظل الموضوع عندهم لفتره شهرين تقريبا او اكثر، ولكن لم يحرك مساكنا ابدا في هذا الموضوع. ارتئينا بعد ذلك بان نقوم بعمل تطوعي، تجمعنا كمجموعه، التقينا مع بعض، حددنا النقاط التي سنقوم العمل بها، وهي نظافه عامه، تقليم الاشجار، ووضع بعض اللمسات الجماليه في سوق الندوه خاصه على الواجهات. طيب خلينا اسال هنا، يعني هل كان فعلا السوق غير نظيف قبل ما نروح للاعمال التجميليه؟ هل يعني كان السوق غير مهتم فيه من ناحيه النظافه اللي يفترض انه البلديه تقوم بدورها في هذا المجال؟ نعم عزيز، نعم، وهذا ما طرحناه للمدير العام والى والي نزوه حتى، وقلنا له بان النظافه في سوق نزوه حقيقه مزريه مخزيه، لا يمكن ان يقبل بها مواطن، فما بالك اذا كان هناك في سوق نزوه ناس تزوره من خارج الولايه ومن خارج السلطنه، وهو الواجهه الحضاريه لمدينه نزوه التاريخيه والتي تحمل شعار نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. وش كانت ردود البلدية عليكم؟ والله ردود هي سلبية حقيقية، ردود سلبية، يعني فقط وعدونا، أعطونا وعود وقالنا إن شاء الله وهذا إحنا نتأمله وهذا كذا، ولكن على أرض الواقع لم نلمس أي تغيير حقيقة. أبدا، يعني ما كان في مثلا إنه نحن راح يعني نقوم بشيء معين، او انه بس هل كان فعلا يعني في يعني السوق سيء، ومعقول انه البلديه تشوف السوق سيء وعمل، وهذا جزء من عملها اليومي، يعني اذا قلنا الاعمال التجميليه ربما يعني هي اعمال موسميه او تحتاج ميزانيات، بس اللي معروف انه البلديات في مختلف الاماكن تقوم بعملها الطبيعي اليومي، من بينها تنظيف الاماكن العامه. صح، وهذا هو الواجب المناط بس الذي لابد ان يكون في سوق نزوه. عزيزي نحن رفقنا لهم الصور، ليس مجرد فقط بالكلام، ولكن رفقنا لهم بالصور بالمناطق التي تجوز فيها يعني المخلفات مستمره، يعني تقريبا يمكن عدنا سنتين موجوده في المكان. يعني هل يعقل ان بلديه نزوه ما تلاحظ هذا الشيء، او انها غاضت الطرف عنه؟ مع العلم بان موجوده شركه مختصه للتنظيف يوجد فيها تقريبا ما يقارب 25 شخص من غير عمال البلديه. طيب وين هذه الكوادر؟ وين تروح هذه الناس؟ طيب هل ممكن انه هذه المناطق اللي في السوق هي مثلا مناطق يعني مملوكه لاشخاص، او يعني في 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 مناطق لاشخاص، ولا في الاماكن العامه اللي هي المفتوحه يفترض للكل وللجميع؟ نعم، في الاماكن العامه، وحتى لو قلنا لاماكن مملوكه للاشخاص يا عزيزي، حتى لو قلنا اماكن مملوكه للاشخاص، الا يستوجب ذلك من البلديه ان تراعي قيمه المكان وهم يقولوا ان له خصوصيه؟ إذن أين هذه الخصوصية التي تحدثون عنها؟ أنا بعد باخذ استأذنك لفاصل قصير، وبعدها بسألك عن أيضا الأعمال التجميلية اللي أنتم قمتوا فيها، وإيش كانت حجة البلدية لما قالت لكم أو أعطتكم الإنذارات وثم قالت لكم أنه يجب أن تزال ثم أزالتها البلدية بعد الفاصل؟ انتهى صح؟ لا ما انتهى عزيزي. ليش؟ ما انتهى. انا اسال اسئله، يعني اسالك يعني بالنسبه لكم انتم كشباب؟ لا، بالنسبه لنا احنا ما انتهى عزيزي، بالنسبه لنا احنا الموضوع ما انتهى، احنا لن نقبل بهذا التصرف حقيقه، ولا اعتقد ان فرد من مواطني ولايه نزوه يقبل بهذا العمل اللي قامت به بلديه نزوه ابدا. يا عزيزي في منتصف الليل، يا اخي انت اذا كنت انت على يقين وعلى بينه، هل تقوم بالعمل في منتصف الليل؟ اذا كنت على حق، وهل تحتاج الى شرطه والى مكافحه الدغب؟ ما محتاج لهذا الامر. احنا قمنا بالعمل كم كان عددكم الشباب اللي قمتوا بهاي العمليات التجميليه وهذا العمل التطوعي؟ تقريبا 80 شخص. 80 صغير وكبير وشاب وشاب.
يعني عددكم حوالي 80 شخص خلال كم عام؟ نعم 80 شخص، وكنا لحمة واحدة فعلا. يعني أنا أقول لك، كان نقول حتى المار اللي كان يمر علينا كان يتبرع يقدم لنا مبالغ، وبعض كابون ما شاء الله أشياء يعني فواكه خضار أشياء يعني حاجات تشجيعية تحفيزية تدل على أن فعلا المجتمع باغي الشيء وعارف أن في سوق نزوة شيء مزري فعلا. يعني أستاذ سعود، أنا سعيد بالتواصل معك، تعرفنا على رأيكم أنتم كمجموعة من الشباب اللي قاموا بالأعمال التطوعية بعد إزالة بلدية النزوة للأعمال التجميلية اللي قمتوا فيها. تحية لك، تحية لكل الشباب. نحن أيضا سعداء من البلدية، في أي وقت حابين إذا عندهم أي تعليق أو أي جهة تم ذكرها وحابين يعلقوا سعداء بالتواصل معهم. شاكرين لك وتحية لكل المتطوعين سواء في الفريق اللي معك أو بقية الفرق التطوعية في كل مكان. كلمة أخيرة بس أحب أقولها للجميع، بأن نزوة فوق الجميع تحتاج إلى من يقدر مكانتها التاريخية، ولا نقبل بغير هذا عزيزي أبدا. بالتأكيد نزوة في القلب وفي قلب الجميع، وبالتأكيد أيضا هي، أنا متأكد أن هي أيضا في قلب كل الشباب العاملين في البلدية بغض النظر عن أي خلاف ربما يحدث هنا أو هناك. وموفقين وشاكرين لك بالتأكيد هذا التواصل. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك ويعطيكم الصحة والعافية وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير.